التشكيل الاهلي يعني من وجهه نظرك ومتابعتك للاهلي شايف التشكيل ممكن يبقى ازاي؟ مبزن انا اللي هيغير المدرب كولر، هو دائما هو اول شيء مدرب على فكره بحضور النادي الاهلي. ممكن كتير مشجعين النادي الاهلي لم يكن راضيين على السي في تبع هذا المدرب، انما اثبت حقيقه كفاءته بقياده النادي الاهلي. 63 سنه، تراكم خبرات كتير كبيره، درب منتخب النمسا، درب كولن، عندي كتير كبيره مر عليها. هو ليس مدرب مرحله، انما دائما هو مدرب سيزونز موسمين، ثلاث موسمات، وهذا بيدل على انه في استقرار، بدل انه في انتيميتي بينه وبين الادارات اللي اشتغل معه، انه في رضا. وهذا الشيء اللي شفناه نحن بهالسنتين مع نادي الاهلي. شوف البطولات اللي حصدها مع نادي الاهلي، ثلاث بطولات، مع بطولتين قاريات، وهلا جاي لكاس التحدي بكره ان شاء الله، محتمل كثير كبير ان شاء الله انه ان شاء الله يحقق اللقب الخامس. التشكيل ممكن يكون تقريبا مشابه لما شفناه باورلاندو بيريتس، لانه الفريق حقيقه صحيح انه ما ربح، ولكن قدم مباراة تكتيكية كتير عالية. أكيد العناصر الخبرة ممكن يبدأ بأشرف داري بجوار رامي ربيعة، يخلي أكرم توفيق كواحد أكتف أكتر في وسط ممكن الملعب. ممكن أكرم توفيق ممكن يكون أكتف، لأنه أنت خط وسط نادي باتشوكا بوجود مارشال وباتسيوس، واحد منظم لعب اللي هو باتسيوس أورجانيزر، بيلعب كلاعب ارتكاز محط، أما مارشال بيلعب كلاعب اتاكينج ميد فيلدر، لاعب كثير ديناميكي وبيلعب ياخذ المايسترو، اثنين بيكملوا بعضهم. لابد ما يكون في لاعب وسط بيجاري هذا الشيء، قوه الوسط تبع باتشوكا، لانه حقيقه اذا بنرجع لماتش بوتافوغو هو كان التفوق العددي والنوعي بوسط الملعب، وسط الملعب تفوق واضح وصريح بوسط الملعب. مارسيال 19 سنه، ألان مع بوتافوغو كان 34 سنه، ألان لعب منتخب البرازيل ولعب نابولي، فرق الاعمار، فرق بالاعمار، ومنسوب الجري كان اعلى بكثير، حتى منسوب الكرات الصحيحه كان اعلى بكثير. اذا بدنا نرجع انت للميسيك باسس تبع بوتافوغو من الضغط ومن كثره الارهاق، كان تقريبا حدود 60% ميسيك باس. اما مع نادي الاهلي تختلف الامور، الوضع يختلف. نعم انا بظن انه بقائد حسن الشحات بنص الملعب ضروري جدا، حسن الشحات ضروري جدا انه يكون مع الفرقه بكره. الثلاثي الهجومي طاهر وسام، طاهر وسام، وسام ممكن كثير بكره انه داينامكس بيعرف يتحرك بالمساحات، لان هي بكره هي لعبه مساحات. انت بتشوف باتشوكا، اذا بنلاحظ باتشوكا كان عم يدافع باكبر عدد منخفض، دفاع منخفض لو بلوك بنقول له، دفاع منخفض بتسع لاعبين، عم يدر روندوم فقط وحيد، روندوم اللاعب الفنزويلا اللاعب ايفرتون عم يدر كم حطه، وهذا خطر كثير. لابد من الدافعين انه ينتبهوا، لانه هو لعبه محطه بيقدر يحجز الكره بشكل صحيح، يفضي مساحات للاعبين الاطراف لادريسي. انا بظن انه النادي الاهلي اذا عرف يستفاد بالمساحات بالذات على الاطراف، ومنع خط الوسط تبعهم يتقدم بالكره واللعب المباشر لقدام، ممكن نادي الاهلي يتفوق في هذه المباراه.